سلامتك تهمنا. السلامة النفسية ليست ترفاً لكن ضرورة للصحفيات والناشطات والمحاميات والعاملات في الميدان ولكل إنسان. أنا اسمي إيمان غوف، صحفية. بشكل أساسي أنا عرفت عن الحضنة عن طريق إعلان عملته أريج للصحافة الاستقصائية، وانضمت ليها من حوالي سنة ونص. من ساعة ما بدأنا الحضنة وإحنا خدنا عدد كبير جدا من التدريبات اللي كانت فارقة معايا بشكل غير طبيعي في الفترة اللي فاتت. خدنا تدريبات ليها علاقة بكتابة المشاريع، بالميزانية، بكتابة السكريبت، بالسوشيال ميديا، بحاجات كتيرة جدا، بالأمان الرقمي، يعني تفاصيل كتيرة جدا كنت حاسة ان انا مفتقداها في عملي الصحفي. انا كصحفية مهتمة اصلا بالمجال الحقوقي واشتغلت فيه اكتر من فترات زمنية متقطعة يعني. فالحضنة اللي هي حضنة معن عرفت انها تجمع ما بين عمل الصحفي والجانب الحقوقي والاهتمام الحقوقي اللي عندي. بعد التدريبات نتج عنها تأسيس مشروع سلامتك تهمنا، والمشروع ده بشكل أساسي مبني على الجانب النفسي أو الصحة النفسية للصحفيين والعاملين في المجتمع المدني، وكان عبارة عن إنتاج 10 مواد، كانت 5 مقالات و5 فيديوهات، كانت بتتكلم بشكل أساسي عن كل ما يتعلق بضغوط العمل وطبيعة العمل وتأثير ده نفسيا على الصحفيين والعاملين في المجتمع المدني. وفي الحقيقة لما نشرنا المادة بتاعتنا ده فرق بشكل غير عادي، لأنه هو عمل جانب توعوي عند الصحفيين والعاملين في المجتمع المدني، واكتشفنا قد إيه أنه الجانب المرتبط بالصحة النفسية يعني مطروق أو مهمل في هذه الأوساط، على الرغم أنه هم أصلاً مفروض يبقوا في أولويات الاهتمام المؤسسات اللي هم شغالين فيها. إحنا كمان تعلمنا من الحاضنة والمشروع بتاعنا اللي هو سلامتك تهمنا كيفية إدارة فريق عمل، كيفية إنتاج مواد من A to Z بتاعتنا. إحنا كمان أدخلنا على المواد دي حاجات جديدة بالنسبة لنا، زي فاكت تشيكر، زي المتخصص، زي المراجع القانوني، وده في الحقيقة كان فريق معنا جداً.